فنانات الجيل الحالي سحبوا البساط من جيلكم انتم، صاروا هم ياخذون ادوار اهم، ياخذون ادوار ممكن بطولات رغم انه اعماركم متقاربه. شنو السبب؟ انا ما اشوف اي ممثل مهم يجي غير ممثل يقدر يسحب البساط من عنده. بس اليوم انت جيلك، يعني انت تمارا، اماني، شهد، بعد كم وحده بدأت تاخذون الفرص بالتلفزيون خصوصا بقد الجديدات، صح لو غلط؟ وهذا السبب يجوز من عندنا احنا مو مثابرات، او احنا عندنا نوع من الكسل. شوف يعني انا هذا رمضان مشتغله، واللي قبله مشتغله، واثنيناتهم شخصيات رئيسيه ومهمه. يعني الحمد لله والشكر اني صارت لي فرصه. بس هسه احنا كنا نقول انه ماكو بنات ممثلات، هسه صار اكو هوايه بنات ممثلات، وممثلات حقيقيات وحلوات، بصراحه انا فرحانه بيهم. فالفرص قلت بس لا اكثر ولا اقل، وقلت لك ماكو ممثل مهم وشاطر يجي غير ممثل يقدر يسحب البساط من عنده، مستحيل. بس يعني يشتكون، ممكن يترك فتره ويرجع، وهي باختيار الممثل. الممثل اذا يظل يسعى حتى يلقى شغل حلو ويلقى شخصيات حلوه يلعبها ما راح ينسحب البساط من عندها. هسه مثلا نحكي على تمارا، دائما تشتكي انه هي عليها اكس، تحس ما دي يشغلوها، وبالفعل البنيه صار هوايه من مشتغله دراما. اماني صار هوايه مختفيه. اماني مختفيه وما اعرف شنو السبب، يعني احنا كنا مشتاقين لها. هاي وحده. اثنين، تمارا شفت انه اشتغلت برنامج هاي السنه، بعد ما اعرف اذا قبل سنه اشتغلت، ما ادري، يعني مو هالقد متابعه. وهي اكو اشاعه قديمه بس دائما يعني تتداور انه جماعه المسرح التجاري عليهم اكس، اللي اشتغلوا مسرح شعبي هوايه. زين ليش عليهم اكس؟ ما اعرف، هم ما كان عندهم شغل غير العمل المسرح الشعبي. ليش عليهم اكس؟ يعني شنو دول ممثلين ودول مو ممثلين؟ شنو هاي الطريقه القديمه؟ ويمكن لا غلط، لانه بدليل انت تشتغلين يعني بالضبط.